بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطفالي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا في صحة جيدة وبأحسن حال. درسنا اليوم هو مراجعة لما درسناه سابقا من حروف الهجاء، فهيا معا نسترجع المجموعة الأولى. حروف الهجاء: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء. أحسنتم وبارك الله فيكم. هيا معا نحاول مرة أخرى. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء. ما شاء الله، أنتم حقا رائعون. هيا معا يا أطفالي نتعرف على حرف الألف بالحركات الثلاث: ألف فتحة آ، ألف فتحة آ، ألف فتحة آ، أسد. ألف كسرة إي، ألف كسرة إي، ألف كسرة إي، إبرة. ألف ضمة أو، ألف ضمة أو، ألف ضمة أو، أذن. أحسنتم وبارك الله فيكم. يكتب حرف الألف على شكل عصا وفوقه همزة. إذن يكتب حرف الألف على شكل عصا وفوقه همزة. هيا معا نحاول يا أطفالي، أنتم تحاولون جيدا، بارك الله فيكم. حرف الباء: باء فتحة باء، باء فتحة باء، باء فتحة باء، بطة. باء كسرة بي، باء كسرة بي، باء كسرة بي، بنت. باء ضمة بو، باء ضمة بو، باء ضمة بو، برتقال. أحسنتم وبارك الله فيكم. يكتب حرف الباء على شكل طبق وبالأسفل نقطة. هيا نحاول معا يا أطفالي، على شكل طبق وبالأسفل نقطة. ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا. حرف التاء بالحركات: تاء فتحة تاء، تاء فتحة تاء، تاء فتحة تاء، تاج. تاء كسرة تي، تاء كسرة تي، تاء كسرة تي، تمساح. تاء ضمة تو، تاء ضمة تو، تاء ضمة تو، توت. أحسنتم وبارك الله فيكم. يكتب حرف التاء على شكل طبق وفي الأعلى نقطتين. هيا نحاول معا يا أطفالي. أحسنتم، أنتم تحاولون جيدا. هيا نحاول مرة أخرى، على شكل طبق وفي الأعلى نقطتين. حرف الثاء بالحركات الثلاث: ثاء فتحة ثاء، ثاء فتحة ثاء، ثاء فتحة ثاء، ثعلب. ثاء كسرة ثي، ثاء كسرة ثي، ثاء كسرة ثي، ثياب. ثاء ضمة ثو، ثاء ضمة ثو، ثاء ضمة ثو، ثعبان. بارك الله فيكم. يكتب حرف الثاء بهذه الطريقة على شكل طبق وفي الأعلى ثلاث نقاط. هيا نحاول مرة أخرى، أنتم حقا رائعون، تحاولون جيدا. جيم بالحركات: جيم فتحة جاء، جيم فتحة جاء، جيم فتحة جاء، جزر. جيم كسرة جي، جيم كسرة جي، جيم كسرة جي، جيران. جيم ضمة جو، جيم ضمة جو، جيم ضمة جو، جبن. كيف يكتب حرف الجيم؟ يكتب حرف الجيم على شكل سطر نصف دائرة وفي الوسط نقطة. سطر نصف دائرة وفي الوسط نقطة. هيا نحاول معا يا أطفالي، بارك الله فيكم، أنتم تحاولون جيدا. إذن يكتب حرف الجيم على شكل سطر نصف دائرة وفي الوسط نقطة. أحسنتم. حرف الحاء بالحركات: حاء فتحة حاء، حاء فتحة حاء، حاء فتحة حاء، حديقة. حاء كسرة حي،
حاء كسرة حي، حاء كسرة حي، حصان أحسنتم، حاء ضماحو، حاء ضماحو، حاء ضماحو، حوت. بارك الله فيكم. والآن هيا معا نتعلم كيفية كتابة حرف الحاء. اكتب حرف الحاء بهذه الطريقة: سطر، نصف دائرة. أحسنتم، أنتم تحاولون جيدا، هيا نحاول مرة أخرى. سطر، نصف دائرة. بارك الله فيكم، محاورة رائعة. هيا يا أطفالي نحاول مرة أخرى. سطر، نصف دائرة. ما شاء الله، أنتم حقا رائعون، بارك الله فيكم. حرف الخاء، هيا معا نتعلم حرف الخاء بالحركات الثلاث: خاء فتحة خاء، خاء فتحة خاء، خاء فتحة خاء، خروف. خاء كسرة خي، خاء كسرة خي، خاء كسرة خي، خيار. خاء ضم خو، خاء ضم خو، خاء ضم خو، خبز. بارك الله فيكم. والآن هيا معا نتعلم الطريقة الصحيحة لكتابة حرف الخاء. يكتب حرف الخاء بهذا الشكل: سطر، نصف دائرة، وفي الأعلى نقطة. هيا نحاول مرة أخرى. سطر، نصف دائرة، وفي الأعلى نقطة. بارك الله فيكم، أنتم تحاولون جيدا، أنتم حقا مميزون. هيا معا يا أطفال نحاول الإجابة عن أوراق العمل. والآن يا أطفالي هيا معا ننظر إلى الصورة ونضع حرف الألف في المكان المناسب. انظر إلى الصورة: نار، حرف الألف في وسط الكلمة. أحسنتم، دار، حرف الألف في وسط الكلمة. أحسنتم، بابا، حرف الألف في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. أحسنتم وبارك الله فيكم. أسد، حرف الألف في أول الكلمة. حرف الباء، انظر معي إلى حرف الباء في أول الكلمة. برتقالة، أحسنتم. يكتب حرف الباء بهذه الطريقة: أحسنتم، حرف الباء في وسط الكلمة متصل. مباراة، أحسنتم، حرف الباء في آخر الكلمة متصل. حليب، انظروا كيف يكتب حرف الباء في آخر الكلمة متصل. حرف الباء في آخر الكلمة منفصل. باب، أحسنتم وبارك الله فيكم. والآن هيا معا نضع دائرة على الكلمة التي تبدأ بحرف التاء: بيض، سمكة، تفاحة، تلفاز، جزر، طبل، توت، عنب، شمس، نملة، نظارة، تاج. الكلمات التي تبدأ بحرف التاء: تفاحة، تلفاز، توت، وأيضا تاج. أحسنتم وبارك الله فيكم. والآن هيا معا ننظر إلى الصورة أو نكمل الحرف الناقص. ثعلب، حرف الثاء في أول الكلمة. أحسنتم، ثوم، أحسنتم، أيضا حرف الثاء في أول الكلمة. ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا. ثور، حرف الثاء في أول الكلمة أيضا.
والآن هيا معا ننظر إلى الصورة ونختار الحرف المناسب بالحركة المناسبة. جرس، فتحة، جاء، جرس، أحسنتم. جبن، ضمة، جو، جبن، أحسنتم. جبل، جاء، فتحة، جبل، أحسنتم وبارك الله فيكم. هيا معا نضع الحرف المناسب أمام الصورة. حلوى، حمار، حذاء، حمامة، أحسنتم وبارك الله فيكم. والآن هيا معا نضع حرف الخاء في المكان المناسب في أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. خروف في أول الكلمة متصل. مطبخ في آخر الكلمة متصل. نخلة في وسط الكلمة متصل. صاروخ في آخر الكلمة منفصل. بارك الله فيكم. أحسنتم وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء يا أطفالي.